السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين ناخد أي كلام كوبي، أجي هنا وأقول له سيلكت تكست وأروح مختار التكست اللي أنا عايزه، أقدر بعد كده أخده كوبي، وممكن أجي في أي مكان وأخليه بيست، تمام، أو حتى بره البرنامج. ممكن أجي من هنا لو الكلام مش ظاهر معايا، في حاجة اسمها OCR اللي هي Optical Character Reader اللي هو قدرة على إن هو يقرأ الحروف، بقول له OCR، هو بقى بيبدأ يشوف أنهي لوحة اللي هيبدأ يشتغل عليها، تمام. ممكن تضيف فولدر كامل أو فايل كامل، بيبدأ ممكن تكون أنت عاملها سكانر، بيبدأ يحول الكلام أو الشكل الموجود لكلام. يعني ستير دي ممكن تكون أنت مش عارف تعتبرها كتكست، ممكن يكون الملف ده متاخد سكان فباين عندك كأنه هو صورة، فالـ OCR بيبدأ يحولها لحروف وبيستنى بقى اللغة إيه، تمام. مفهومش العربي. الدوكومنت تايب، هل هو كاد ولا تيبل ولا تكست، وبعد كده الخصائص بتاعتك، ممكن مثلا تقول له سكيب فيكتور بيجز مثلا او المساحه او كده، فبتقول له اوكي، فبيبدا يحول لك الملف ده لملف او سي ار تقدر تاخده كوبي وتقدر تعمل سيرش. يعني لو انت تعمل سيرش على كلمه والكلمه قدامك كلمه ميتنج جايه وانت شايفها والكمبيوتر يقول لك مفيش، فممكن يكون هو شايف الموضوع ده كله كصوره فمش قادر يفهم الكلام، الاو سي ار هيخليه يفهم الكلام دوت، تمام. هتلاقي بعد كده ان سهل ان انت تعمل تكست على اي حاجه انت عايزها، لو عملت سيرش في اي وقت هيبدا يجيب لك الحاجه اللي انت بتدور عليها وهكذا.